ساكنة مع السيد في الدار بدون عقد. أوكي. وفي الزواج ديالي ما نجحتش فيه. لي خرجت منه واحد الكسكوتة اللي هي ميس. المنكر اللي عمل خولة هو أنها زولت سبنية عملت السي اللي كتبغي في الحوايج. خولة الناس اللي جدادين ما كيعرفوها شي، الناس اللي كيهضروا، الناس اللي كيبلبلوا، الناس اللي كيقولوا شي حاجة اللي كاين اللي كاين وكاين اللي ما كاينش. الناس جدادين باغيين يعرفوا شكون هي خولة، شكون هي الشهبة خولة. اولا الشهبة خولة ما كانتش كتلبس، ما كانتش كتعمل شعرها هيدا، كانت واخا شهب كانت عامله له فولاغ ولا سبنية ولا خولة ما عاشتش المراهقة ديالها بحكم انني ماشي كنت مزيره، ولكن والديا كانوا مربيني وكانوا حريصين عليا. ما كاينش ديك الدخول والخروج، ما كاينش السفر، ما كاينش تلبس اللي بغيتي، تتزوج، تتعمل، تتفعل، تترك. اوكي، بحال ايتها الناس، بحالكم، بحالي، بحال ايتها الناس. انا حقيقيه واقعيه، ما كنحملش الضباب في الحياه ديالي. عييت، ما كنصبر، كنصبر، يما جا الوقت باش نحيد ديك الضبابه وكلشي عرفني انا شكون. ستوريات بزاف غادي يكونوا، واخا ما كنحملش ستوريات بزاف، كيعجبني المونتاج داكشي، ولكن ملي كنكونوا دابا لا، خصنا ضروري نقولوا الحقيقه، اي حاجه خرجتنا سبونطاني خصنا ننزلوها. خوله الطفله المراهقه والكبيره الرشيده. الطفله قرات، نجحت في الدراسه ديالها، مراهقه زيرت في المراهقه ديالي بحال اي بنت مغربيه. وفي الزواج ديالي ما نجحتش فيه، كان زواج فاشل اللي خرجت منه واحد الكسكوتة اللي هي ميس. ما تفهمناش، كل واحد مشى في جهة وكملت حياتي. خولة عاد بغات تعيش مراهقة ديالها، عاد بغات تعيش الحياة اللي كانت مفتقداها، تجربة عجباتها تبارك الله، ما عجبتها شي دابا يهديها الله. بحال ايتها بنت، بحال اي بنت مغربية. انا ما كنقول لكم شي، انا بوحدي اللي كاينه في الفضاء، راه علاش كنقول لكم بحال اي بنت؟ حيت اي بنت عندها نفس الحاجه اللي عندي انا. و هنايا ونقطه، غادي نبداو الحياه ديال خوله دابا. قبل ما نلتجا لخوله في ستوري اللي مازيس، خوله اللي كتعرفوا الحياه ديالها دابا، شنو عامله في الحياه ديالها، شنو كتخدم، شنو هذا، غادي نقول لكم لي باج عافاكم. ستوريات ديالي غيتحطوا بكل احترام ديك العناوين المستفزه اللي كتجلب المشاهدين المغاربه، ما تعملوهاش، نزلوا. انا ماشي مشكل عندي، الدنيا هانيه، نزلوا كيف ما بغيتوا. الناس اللي كتاكسبريمي واللي كتنتقد، انتقد باحترام، غنسمع شي حاجه غضرني، غادي تاديني في كرامتي، غادي تمسني في شرفي، ولا غادي تمس والديا اللي هما ماما وبا وخاي وبنتي، هاد اربعه الناس هادو ما كاينش اكثر. غادي نلتجأ للقانون، ايتها بنت ولا ولد ما غادي نرحم حتى شي واحد غينزل عليا شي هضره ولا شي باج، غادي تنزل شي عنوان اللي غيجلب المشاهدين عندها. اوكي، دابا غادي ندوزو حاجه اخرى. انا نبهتكم باش ما تقولوا شي ما نبهتكمش. المنكر اللي عامله خوله هو انها زولت سبنية عملت السي اللي كتبغي في الحوايج، دونك هي متبرجه، وغنحاربوا المنكر بها. اللي بغى يدي شي اجر كيحارب المنكر بخوله، ماشي حربو. غير انا هذه نصيحه، غير في بلايا، في جوايه ديك الاربعه تفجر، ولا طلع شويه المارينا، ولا مشي شي زنقه ولا شي حومه ما كتصفيش، وغتشوف المنكر مزيان، وجمع القوه ديالك وديك الشيء ديالك كامل، ومشي حارب به المنكر. اما انا ما غديش مورايا الاجر، كون هانيه ولا كون هاني. هذه من جهه. اللباس ما كيعنيلكش الشخصيه ديالك، وما كيعنيلكش شنو مدوزه في حياتك، وما كيعنيلكش شنو الخدمه ديالك. اللباس فقط باش تحس براسك مرتاحه وعايشه مزيان، او نهار اللي غادي يهديك الله يصيفط لك الهدايه راه غتحجب، لا من الدعاء ديالك ولا من ديالها، ولا براسك غادي تقول انا باغيه نتحجب فقط، لا اقل ولا اكثر. ما كنقول حتى حاجه فيها العيب. اوكي، حنايا وغنكمل. خوله كتجري مور طريف الخبز ديالها حيت ما عندوش شكون يخدم عليها. خوله باغيه تعيش والديها في احسن ما يرام، في احسن حال. خوله باغيه تعيش بنتها داكشي اللي ما عاشوش هي، تعطيه لها بالدوبل. كي اللي غيقول لي انتي ماشي مع بنتك، دونك ماشي مشكل في الفلوس، مشكل في الحنان. نقول لكم الحنان، تقدر في نهار واحد تعطي بنتك ولا ولدك الحنان، ولكن اللي معايا غيعلي يدو هنايا. واش كاينه شي وحده اما هو باباها خدامين وما بقاتش عامين 3 سنين مع عزيزها؟
خلينا مقوى اللي كيعطيو الابناء ديالو من خدامات وفيليبينيات وداكشي. انا عشت نفس الاحساس اللي كتحسو بنتي. تا انا ماما وبا كانوا خدامين وانا ما عزيزه عادي جدا. هذه هي سنه الحياه. هذه الاولانيه. ثانيه خوله كتشعبخ وكتنوض وكتطيح وكتنوض وكتطيح، ولكن مع الطيحه مع الوقفه، حيت في الاخر كتجبر راسها غير هي اللي مكاليه. فهمتوا شكون خوله؟ اسطوريات اللي باقيين جمع لهم واحد الكم الهائل من القوه باش ما نتاثر من بكي ما يوقع لي حتى شي حاجه ان شاء الله باذن الله. المراه المتزوجه ما كترحمش في المجتمع، المطلقه ما كيرحمش المجتمع، الارمله اللي ما كتولدش، اللي باقي ما تزوجت، البايره ما كيرحمش المجتمع. باغ كونطخ الراجل ما كيعيبو حتى شي واحد من غير جيبو فقط. مرة ملي كتجي تزوج بشي راجل يلاه قال بسم الله في الحياه غتعاون معاه، كتخاف تقول لوالديها وما يبغيولاش. المرأة ملي كتبغي تطلق ما كتخاف تطلق وتبقى لحنين لرحيم ووالديها ما يبغيوش ولا عائلتها ما تبغيش. المرأة اللي ما كتزوجش كيقولوا فيها شي عيب، شي حاجه عامله، شي مصيبه عامله عليها ما تزوجتش. ومرأة اللي بلا راجل مسكينه بلا راجل شكون غيديها فيها وهي عندها ديك العول كاملين؟ كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ انا بديت كنتاثر. السؤال اللي كيتطرح علينا دائما في اي ايفينمون، في اي بوست كنزلوه، في اي ريل، هو ساكنه مع السيد في الدار بدون عقد. اوكي انا نعاود لكم خشيبات. انا واحد السيده كنخدم هنايا في الداخليه اكثر بزاف، انا جبليه بور، عايشين في الجبل، عندنا الدار ديالنا في الجبل، ما عندناش في طنجه. و الا بغيتي تكري في طنجه خصك 3000 فما فوق الا بغيتيها مفرشه، وانا حيت كنخدم وبعيده ما يمكنليش نبقى ندبلاصه. السيد اللي باغي وناوي انه يكمل معايا حياته عنده دار خاويه مفرشه وكل شيء، وانا اصلا كنخدم في هذه المدينه هذه اللي هي كازا وقنيطره. عطاني دارو وقال لي سكن فيها، جيب الحوايج اللي غتحتاج وسكن فيها على بيد من نعملوا العقد ديالنا. فإلا قلت له انا راجلي كيستاهل انني نقول له راجلي، حيت هو عاطيني واحد الحاجه اللي كيملكها هو ديالو، اللي خصو يبات في دارو مريحه وكل شيء، وعطيها لي باش انا نخدم، باش انا نكمل المستقبل ديالي، وهو معاونني بهادشي. اوكي باش نقنع الوالدين ديالي نسكن بوحدي كانت صعوبه كبيره، حيت اصلا انا في الاول كانت عندي هاد الفكره انني نسكن بوحدي، ولكن حيت ساكنه في الجبل وحيت عندي الخدمه في الداخليه فما يمكنليش نبقى دابوس عند البلاصه، واخا يكون عندك الطوموبيل ما تقدرش. كنت باغيه غير في طنجه على الاقل باش تبقى غير تي جي في، ولكن بحكم ان هاد السيد ارتبطت به فقال لي ما يمكنش، انا الدار ديالي خاويه، انا ساكن فيها بوحدي، ماشي ساكن ماما وبا هنخرجوا من الدار باش تجي تسكنتي هنا، ساكن فيها بوحدي، ماما عندها الدار كبيره ماشي نسكن معاها، اولا تينا تسكن مع ماما تبقى معاها بحكم ان الخدمه ديالك هنايا يعني في الداخليه. انا قررت انني نسكن بوحدي بكوني انني كنتعطل كنصور داكشي فما خصني نديرونجي حتى شي واحد. قال لي صافي، انا العقل ديالي ما قدر، انا يلاه طلقت فهموني، انا يلاه طلقت ماشي بزاف، واخا تكون دارت العام انا باقي يلاه طلقت ما نقدرش نعمل، حيت ممكنش يكون الغلط غير في الزوج، حتى الزوجه كيكون فيها الغلط فما باغياش يكونوا اغلاط من الزوج من الزوجه فصافي ما كيتفهموش. انا ما باغياش نعاود نفس الحاجه، اللهم صافي تفهمنا تبارك الله، راه نكملوا غنعملوا لاكتو غنعملوا العواول وكل شيء، ما تفهمناش بعدا بعدا كنكونوا غير في ديك الفتره هذيك. انا هاد السيد ما باغياش ينعذبوا معايا، عطاني دارو بزاف ديال الحاجات عملوا معايا، بعد مرات كنحس به بحال خايب من قوه ديك الاحساس وديك التشجيع اللي كيعطيني، وخصو نبان وخصو نكون واعره ونكون نجمه وديك الشيء. ف انا ما يمكنليش هاد الانسان واحد النهار يوقع ما يوقع ويصدق عاوتاني مطلقه ها وما تحسبوا عليا جوج تطليقات. علاش 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 انا كنقول لكم حتى شي واحد ما حس بيا وحتى شي واحد ما عرفني مين كنمر، راه حياه صعيبه بزاف، الحياه ديالي صعيبه بزاف، ولكن كنحاول كنمشي معاها حتى ان شاء الله يا ربي هو كيقولها لي نهار اللي غيتكلمى في عقلك وغتحس براسك صافي واجده غادي نعمل. خاوله داتت من تجربه خايبه، التجربه الاولانيه داتت فاشله فما باغياش، ومن حقي اخوتي من حقي انني نتعطل، من حقي انني نفكر نهار اللي غادي يجي والله وغادي ربي يقول لي صافي انت مستعده انك تسني هذا العقد، حيت السينياتور ديال العقد غيخليك بزاف د الحاجات تبدلهم في حياتك. الزواج ماشي هو هاد الحياه اللي عايشينها دابا، الزواج مسؤوليه كبيره، زواج مراتي راجلي
واحد الحياه واخا حنا اصلا كنحسوا بها كنحسوا بها حيت انا ديجا مجربه فكنحس بها حيت هو هاد الخطوه اللي عمل ديال الدار عطاها لي نسكن فيها ونجيب بها بنتي ونجيب بها نجيب فيها الناس اللي كنرتاح لهم يكونوا معايا وينسوني وعاوني في الخدمه ديالي مخلياني نفكر فيه كثار فكر ان هاد الانسان كيستاهلني كيستاهل اننا نتزوجوا وهو كيتسنى وانا كنتسنى العقل ديالي يتسمح منه بزاف الحاجات وغادي نتوكلوا على الله وغادي نعملوها ان شاء الله يا ربي الا كملنا الله وكان عنده فيه النصيب وعندي فيه النصيب سيغ اي سيغتان كو ماما وبا غادي يفرحوا ملي غادي يسمعوني كنهضر في هاد لي ستوري حيت بزاف ديال الناس كيعيقوا عليهم بالاسئله هما اللي عارفين الاسره ديالي اللي عارفين شنو انا عشت منه وهما اللي مدوزين معايا الحاله ديالي فواخا يبغيو يعاودوني الناس بنتك دار بصداق يبداو يعاودوا لهم يعاودون هادي وهادي وهادي قلت لهم شوفوا اي واحد قال لكم علاش بنتكم حيت ما كيتيقوا حتى واحد قال لي با انا شنو غنقول للناس بنتي ساكنه بوحديتها تيقوا لا ما تيقوش وعاد يدخل في صراعات اللهم قلت له عرفتي اي واحد سقسق قول له ضربه صدق نهار اللي غيشوفوني ضربه صدق غادي يرتاحوا غادي يفرحوا على اساس كيبغيو لي الخير مثلا انا كنبغي الخير من راسي والديا كيبغيو لي الخير صافي هادو الناس اللي يبغيو لي الخير شي واحد اخر كل واحد راسي راسي كل واحد كيتحمل داكشي اللي عمل وحنا داكشي اللي كنعملوه في الخفاء ربي اللي عالم عليه اما داكشي اللي في السوشيال ميديا انا ملي غنجي نصدق ولا نعمل شي حاجه اللي غادي يجازيني عليها الله ما غاديش نصورها كونوا هانيين مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار